خليل هيبرون إكسبو يوم السبت القادم 19/8 رح يكون معرض الغذاء بنسخته الخامسة. تفاصيل أكثر رح ينضم وإيانا السيد رامي النتشي مدير معرض إكسبو الخليل. يسعد صباحك أستاذ رامي. يسعد صباحكم جميعا طبيعي شركائنا الفجر. يسعد صباح المستمعين جميعا إن شاء الله. يصبحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية. تحياتنا من طول كرم للخليل. خليل دائما ما تسعى لأنه يكون كل جديد لديها. فما الجديد والتفاصيل للنسخة الخامسة من هذا المعرض؟ اولا هذا طبيعي معرض الغذاء نسخه الخامسه في هيبرون اكسبو في مقر ارض المعرض في الخليل. بيميز هذا المعرض السنه انه عندنا عده نقاط كزوار وكمشتركين. بخصوص الزوار احنا عم نشتغل تقريبا من شهر انه ان شاء الله يكون عندنا عدد ضخم من اخواننا من غزه من الزوار والتجار المتخصصين في المواد الغذائيه. بالإضافة عنا اللي هو راح يكون فيه تسيير باصات من الشمال الفلسطيني ومن مناطق اللي هي نابلس جنين والكرم وقلقيلية. هذا بخصوص الزوار. ومن إخواننا بالأردن إن شاء الله راح يكون في عنا عدد من الزوار من الأردن. بخصوص المشتركين إحنا السنة تم التركيز على القطاع الزراعي بشكل كبير. طبيعي بتعرفي القطاع الزراعي هو قطاع مهمش في فلسطين. قدرنا السنة في المعرض يكون عندنا عدد كبير من المشتركين في القطاع الزراعي بالقطاع الألبان قطاع الخضروات المجمدة والمبردة. بالإضافة عندنا قطاع الزيت الزيتون قطاع العسل. تم تشكيل قطاع كبير من القطاع الزراعي في هذا العام. وإن شاء الله العوام القادمة رح نكون نشتغل بشغل أكبر على القطاع الزراعي إن شاء الله. أستاذ رامي كم عدد الشركة كم عدد الشركات المشاركة في هذا المعرض أو النسخة الخامسة وعلى مدار كم يوم سيستمر المعرض؟ عدد المشتركين 70 مشترك 70 شركة فلسطينية مشتركين طبيعي شركات وطنية فلسطينية مصنعة شركات زراعية وشركات مستوردة. رح يستمر المعرض لمدة 3 أيام يوم السبت اللي هو 19/8 والأحد والاثنين إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ذكرت لنا أنه هناك رح يكون استضافة للقطاع الزراعي. شو الهدف الأساسي أو الهدف وراء استضافتكم للقطاع الزراعي وتعريف الزوار والأهالي بهذا القطاع والشركات الخاصة به؟ القطاع الزراعي هو يعد أهم قطاع في العالم الغذائي على مستوى العالم كله. إحنا تقريباً من السنة هاي اشتغلنا بشكل كبير عليه وراح نضلنا نشتغل وندعم فيه وإن شاء الله راح يكون فيه في المستقبل معرض خاص للقطاع الزراعي. عندنا شركات زراعية عندنا شركات تشتغل بالخضروات المبردة والمفرزة عندنا شركات تعمل على الألبان والحليب. راح يكون حتى في مفاجأة في المعرض انه راح يكون في شبه مزرعة موجودة في المعرض. طبيعي قطاع زيت الزيتون هو من اكبر القطاعات الفلسطينية ويتم تصديرها عالميا. قطاع العسل والعسل الفلسطيني مشهور بجودته العالية. يعني تم السنة انه نعمل على تقوية هذا القطاع ويكون هو القطاع الظاهر في المعرض. طيب أستاذ رامي حكيت لنا في بداية حوارك معنا بأنه رح يكون هناك زوار من الأردن ومن غزة وهذا شيء مهم للشركات الفلسطينية. أعطينا تفاصيل أكثر عن هاي النقطة وهذا الموضوع بالتحديد. هلأ تم الاتفاق مع إخواننا بغزة غرفة تجارة وصناعة غزة واتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات العام وجمعية رجال الأعمال في غزة أنهم يرسلوا عدد كبير من المهتمين في القطاع الغذائي. وتم الترتيب لذلك إن شاء الله راح يكون ثاني يوم المعرض يوم الأحد عدد كبير من الزوار راح يتم استضافتهم من قبل هيبرون إكسبو على أساس يزوروا المعرض لمدة يومين. وبخصوص الأردن احنا في عنا مشتركين تقريبا 6 شركات من الأردن مشاركة. وبالإضافة إنه في راح يكون عدد من الزوار من الأردن راح يزوروا المعرض إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق. سيد رامي كمان مش بس من الأردن ومن غزة الزوار راح يكونوا ومن كل المحافظات في الضفة الغربية والقدس والداخل والداخل الفلسطيني. احكي لنا عن جديد إنه لأول مرة إنه
يعني يكون في عنا عدد زوار كبير من غزة. نحن تقريبا مش أقل من 100 تاجر من التجار المتخصصين في الموضة البدائية. هاي نقلة نوعية وهذا إضافة جديدة فعليا، وإن شاء الله بنسخة السادسة يكون في هناك عدد أكبر وأكثر من الزوار من غزة، وفعليا يكون شركات غزية مشاركة ومصانع كمان من غزة مشاركة في المهرجان بأعداد أكبر. موجود عندنا شركات من غزة مشاركة، وعندنا مصانع فلسطينية إنتاج وطني من غزة مشاركة المعرض. قديش رح يكون مستفيد الزائر لهذا المعرض إكسبو الخليل ومعرض الغذاء بنسخته الخامس؟ قديش رح يكون مستفيدة؟ هلا المعرض هو مخصص للتجار، التجار من البقالة والسوبر ماركت، تجار التجزئة، تجار الجملة والمستوردين. هلا رح يكون في عروض خاصة لجميع هاي التجار بالمعرض. رح يكون في 3 أيام معظم الشركات عاملين عروض، إنه بيشتري من المعرض رح يكون له خصم خاص أو عرض خاص من المعرض فقط. رح تكون في فائدة كبيرة بالإضافة للتعرف على المنتجات الجديدة اللي عمالها تنزل بشكل كبير، وإن شاء الله يعني إحنا الأمور رايحة باستقرار بعد جائحة كورونا. بتعرفي كان في خلل في بعض الأصناف والمواد الغذائية والمواد الخام الموجودة في العالم، بس اليوم في عندنا كثير أصناف جديدة رح تكون عرضها لأول مرة بالمعرض إن شاء الله. إن شاء الله. رسالة حابب توجهها للزوار ولكل المشاركين بالمعرض أستاذ رامي؟ يعني إحنا بنرحب في كل المهتمين بهذا القطاع، الزوار، التجار ومصنعين المواد الغذائية، انهم يزوروا المعرض يتعرفوا. بالإضافة عندنا بعض الشركات اللي هي عارضة المواد الخام الخاصة بالتصنيع، وهي برضو فئة كبيرة بشكل كبير السنة برضو موجودة عندنا، وهذا راح تفيد كثير من المصنعين اللي في نظام التعبئة والتغليف هاي الأمور. هذا دائما اللي متعودين عليه من أهلنا في الخليل، أنه دائما في كل شيء بيعملوه يكون في هناك لمسة إبداعية مميزة. أستاذ رامي أكيد إحنا بنتشكرك في انضمامك وإيانا في برنامج طلة فجر، مدير معرض إكسبو الخليل. تحية موجهة من طول كرم للخليل، وأكيد الرعي الإعلامي الرسمي تلفزيون الفجر، هاي الرعاية الإعلامية الدائمة حتى بالنسخة الخامسة وإن شاء الله بكل النسخات القادمة. هذا المعرض اللي رح يضم بنسخته الخامسة مصانع، شركات، زوار من أهلنا في الأردن، من أهلنا في غزة، رح يكون في إضافة نوعية متجددة وجديدة في هذا المعرض. نتمنى يكون هناك المزيد من الأفكار الإبداعية، ويكون في هناك فعليا إفادة على مختلف الأصعدة، سواء للزائر، سواء لصاحب الشركة، لصاحب المصنع اللي من الضفة، اللي من غزة، اللي من القدس، اللي من الداخل، اللي من الأردن، للجميع. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في معرض الغذاء نسخته الخامسة هيبرون إكسبو، أكيد أرض المعارض اللي تعودنا في كل سنة يكون في شيء جديد، شيء مبهر، وإن شاء الله السنة رح يكون كل شيء غير.